نقلت وكالة رويترز للأنباء عن المنظمة الدولية للهجرة تقريرا يتحدث عن معارك اندلعت بين عصابات تهريب بشر متنافسة أسفرت عن مقتل 22 مهاجرا، ولم تذكر المنظمة المزيد من التفاصيل عن موقع الحادثة بالتحديد. وقال ناطق باسم المنظمة جويل ميلمانا إن القتلى مهاجرون وليسوا مهربين لأنهم أفارقة من جنوب الصحراء، مضيفا خلال مؤتمر صحفي أن أكثر من 100 شخص أصيبوا. وأضاف ميلمانا أنه حتى الآن هذا العام وصل 15,760 مهاجرا إلى إيطاليا بالمقارنة مع 9,101 في الفترة ذاتها من 2016. لمزيد من التفاصيل زوروا الوسط دوت الواي.